ماذا نتوقع في شهر ديسمبر، علما أنه انتهينا من موسم النتائج والآن التركيز سيكون على المرحلة الماكرو اقتصادية القادمة في الاقتصاد الأمريكي؟ صباح الخير نور، شكرا للاستضافة. بكل تأكيد نوفمبر كان يعتبر شهر جيد جدا، بالرغم من أنه كان مليء بحالة عدم اليقين، سواء كانت من الرئيس الأمريكي القادم إلى تغييرات تسعير أسعار الفائدة من الفدرال الأمريكي مع البيانات الاقتصادية المختلطة نوعا ما، ومع إمكانية تسعير الفوائد في الفترات القادمة مع قراءة أسواق العمل يوم الجمعة القادم. والإجازات بكل تأكيد كانت أيضا تطفو قلة سيولتها على الأسواق في الفترة الأخيرة. ما أعتقد بأنه بشهر ديسمبر سوف يكون هو الرقم الأساسي الذي قد تنتظره الأسواق هو أسواق العمل. أعتقد نور يمكن تتفق معي بأن أسواق العمل هي القراءة الأخيرة المهمة بالنسبة لتحركات الفيدرالي، أو حتى على الأقل لتسعير الأسواق. فيما لو جاءت أسواق العمل بشكل جيد مع القراءة الأخيرة التي كانت تعتبر سيئة جدا مع الإعصار في الولايات المتحدة الأمريكية، قد يكون هناك إشارة بأن أسواق العمل تعتبر جيدة جدا، والتضخم كان قد سجل بعض التسارع، فبالتالي قد نسمع بعض الأصوات من أعضاء الفيدرالي الأمريكي لتخفيض أسعار الفائدة ب 25 نقطة أساس، مع إمكانية عدم تخفيض أسعار الفائدة بشكل كبير بشكل متتالي. أعتقد بأنه جيروم باول قد يشير بإمكانية الاعتماد على البيانات الاقتصادية، مما قد يطفي حالة عدم اليقين بالنسبة للأسواق الأمريكية. نعم، شهر ديسمبر متعارف عليه بأنه في نهاية سوف يكون هناك الأخبار بأن سانتا كلوز رالي، وقد يكون هناك بعض الشراءات، والبلاك فرايدي بكل تأكيد أعطى إمكانية لتسجيل مبيعات التجزئة بشكل جيد في الفترة القادمة. النمو الاقتصادي يعتبر جيد جدا، بالتالي أعتقد بأن جميع ما متواجد حاليا في الأسواق بالنسبة للأسهم الأمريكية قد يعتبر بعض الشيء جيد، لكن التقلبات السعرية مع اتجاهات صعودية أعتقد هو الذي قد يطغى في شهر ديسمبر ومع بداية عام 2025. بالتالي أميل نور أن يكون هناك حالة عدم اليقين قد تطفو على الأسواق بالنسبة لتغييرات الفترة القادمة، لكن قد يكون تأثيرها محدود بالنسبة للأسواق، خاصة بأن الأسواق لا تزال تعتقد بأن الفيدرال الأمريكي سيتجه لتخفيضات أخرى في عام 2025. لذلك أميل أن يكون ديسمبر وبداية 2025 إيجابي بعض الشيء بالنسبة لتداولات الأسهم الأمريكية، لكن هذه التداولات الإيجابية قد تصطدم بإمكانية تداولات عرضية بعض الشيء، خاصة مع نقص السيولة في النصف الثاني من شهر ديسمبر. أحمد، كانت الأسواق دعنا نقول concerned أكثر من worried، يعني خلينا نقول قلقة إذا موضوع الرسوم الجمركية التي من الممكن أن تفرضها إدارة ترامب، والتي من الممكن أن يواجهها ردات فعل من دول أخرى، وكان ذلك قد أثار قلقا في الأسواق حول تأثيره على الكثير من الشركات الأمريكية المصدرة للخارج. هل برأيك انحسر هذا الخوف، يعني الأسواق وتسعير هذا القلق، هل برأيك انحسر؟ هل رأينا اوريدي تأثيره على البلو تشيب كومبانيز، خصوصا تلك المصدرة للخارج للكثير من الصناعات الثقيلة؟ خلينا نتفق بداية نور أنه ما وردت الولايات المتحدة الأمريكية وما صدرت الولايات المتحدة الأمريكية في العام الماضي، ما يقارب 50% من الشركات الأجنبية المتواجدة في الولايات المتحدة الأمريكية، ما يقارب 50% من صادرات الولايات المتحدة الأمريكية. فبالتالي التعريفات الجمركية هي مهمة جدا، يعني 3 تريليون دولار صادرات الولايات المتحدة الأمريكية، منها 1.5 تريليون دولار من شركات أجنبية متواجدة في الولايات المتحدة الأمريكية. فبالتالي أي إشارة من تعريفات جمركية مرتفعة سوف تكون مخيفة للأسواق من ناحية، لكن من ناحية أخرى عندما ننظر للتاريخ دائما ما يكون للتاريخ إشارة مستقبلية. في عهد دونالد ترامب في الفترة الماضية لم يكن عهد دونالد ترامب فترة تضخمية، بالرغم من أنه كانت هي بداية التعريفات الجمركية، وتعريفات جمركية كانت تعتبر قوية جدا. نعم، سوف يكون هناك تعريفات جمركية أكبر في الفترة القادمة، خاصة ما أشار له دونالد ترامب بإشاراته أنه دول البريكس سوف تدفع تعريفات جمركية بما يقارب 100%، الصين قد تصل إلى 60%، كندا والمكسيك، بعض أجزاء من الاتحاد الأوروبي. بكل تأكيد هي مخيفة بالنسبة للأسواق، لكن أعتقد بأنه الأسواق سوف تنظر إلى ما قد صدر في الفترة الماضية أو ما حدث في الفترة الماضية في عهد دونالد ترامب الفترة الماضية، بأنه
لم يكن هو الأداة التضخمية، بالرغم من التشوهات الاقتصادية التي حصلت في كوفيد 19. نعم، لم يكن هو الأثر الأكبر للتعريفات الجمركية على التضخم، فبالتالي قد تزول هذه الفكرة مع التعريفات الجمركية في الفترة القادمة. نعم، الاهتمامات وهي كونسيرن وهي قلقة بالأسواق في الفترة القادمة، بكل تأكيد دائما الأسواق ما تنظر إلى الأشياء الحديثة كتأثير ممكن وتأثير مستقبلي، لكن أعتقد بأن الأسواق قد تحتاج الوقوف على التعريفات الجمركية والوقوف عليها كيف سوف يكون تأثيرها. عندما ننظر إلى الشرائح، نعم تأثير التعريفات الجمركية كان في الفترة مع صدور الحديث عن التعريفات الجمركية التي قد تطال شرائح الذكاء الاصطناعي، تأثيرها كان أولي في الفترة القادمة، لكن أعتقد بأن الأسواق قد تتجه في الفترة القادمة إلى ما قد يتجه إليه التصدير في الفترة القادمة وما يتجه إليه الطلب، والطلب كما ذكرت جميع الشركات الطلب لا يزال مرتفع جدا، هناك حتى مخاوف من أن الطلب قد لا يملأ المعروض. فأعتقد بأنه التعريفات الجمركية حتى لو كانت مرتفعة تحديدا على هذا القطاع لن يكون بشكل سلبي بشكل كبير جدا، قد يتجه في الفترة القادمة للتعافي منه، وقد نتجه إلى تسجيل ارتفاعات أكبر في عام 2025 مع بداية 2025. طيب أحمد، دعنا نتحدث قليلا عن أداء الدولار. رأينا ارتدادة سلبية في نهاية الأسبوع، وكان قد أنهى الدولار الأسبوع على تراجع بعد سلسلة مكاسب استمرت نحو 8 أسابيع على ما أذكر، وبالتالي نحن نتحدث عن تراجع. هل هو تراجع طبيعي في هذه المرحلة، أم هدأ القلق فيما يتعلق بالضغوط التضخمية التي سترافق السياسات الاقتصادية لترامب، وهي التي كانت يعني أساسا من أكبر أسباب دعم الدولار سابقا؟ يمكن المخاوف الأساسية في الفترة الماضية حول الأسماء التي سوف يضعها دونالد ترامب لتأثيرها على الحالة السياسة المالية والسياسة الاقتصادية في الفترة القادمة. يمكن تأثيرات الدولار الأمريكي أعزيها إلى جني الأرباح أكثر من حتى إمكانية المخاوف بشكل أكبر، لأنه كما يقال دونالد ترامب أو حتى الرجالات دونالد ترامب يبحثون على دولار ضعيف، بكل تأكيد اقتصاديا يحتاجون إلى دولار ضعيف في الفترة القادمة. لكن عندما ننظر إلى المعطيات المتواجدة نور، أميل إلى أن التأثيرات التي حصلت هي موازنة من سيخفض الفائدة بشكل أكبر في الاقتصادات أكثر من الفيدرالي الأمريكي. عندما ننظر إلى المعطيات المتواجدة، الدولار إندكس هو عبارة عن سلة من العملات مقارنة مع الدولار الأمريكي. عندما ننظر إلى تلك السلة، جميع العملات المتواجدة قد يتجه البنوك المركزية لتخفيض أسعار الفائدة أكثر من الفيدرالي الأمريكي خوفاً من النمو الاقتصادي، ليس انتصاراً على التضخم. هذا ما قد يعطي بعض الأسواق إمكانية أن جني الأرباح للدولار الأمريكي، تراجعات من مستويات 107 إلى مستويات تقريباً 105 في تداولات الأسبوع الماضي، قد لن تكون هي مستدامة، هي عبارة عن عمليات جني الأرباح أكثر من إمكانية توجهات لانخفاضات الدولار الأمريكي في الفترة القادمة. كما ذكرت في البداية، هي سوق العمل، إشارات سوق العمل قد تكون هي الرهن الأكبر لتحركات الدولار الأمريكي في شهر ديسمبر. أعتقد نور أنه لو جاءت القراءات إيجابية بالنسبة لسوق العمل، قد تكون هي إشارة جيدة بالنسبة للدولار الأمريكي، جيدة من الناحية الاقتصادية، جيدة للدولار الأمريكي بأن الفيدرال الأمريكي لن يتجه لتخفيض أسعار الفائدة بشكل كبير جدا مقارنة بالاقتصادات الأخرى. بالتالي أميل بأن هاي الانخفاضات قد لن تكون مستدامة للفترة القادمة بشكل كبير جدا. أنا أشكرك جزيل الشكر أحمد عزام، محلل أول للأسواق المالية في أكوتي.